الاسم انا عندي شيء بسيط من الفهم يعني اسم العلم نفسه، لكن برضو احنا في النهاية مواطنين عادينا يا دكتور، فبسط لنا معناها ايه كلمة علوم الارض والاستشعار عن بعد، وهنتكلم بقى شوية عن مسألة التغيرات المناخية والجلسة اللي ان شاء الله بحضورك والبرزنتيشن بتاعتك. نبدأ بعلوم الارض والاستشعار عن بعد. تحياتي يا استاذ يوسف، وسعيد طبعا لنا محضرتك النهاردة، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى مصر الحبيبة. انا بتسأل السؤال ده كتير، كل مرة حد بيقابلني او بيتكلم معايا بيسألوني ايه معنى كلمة نظم علوم الارض. حضرتك عارف الكوكب بتاعنا ده ربنا خلقه ان هو مكون من عدة، احنا بنسميها في الكلام بتاعنا سفيرز. كلمة سفيرز انا لا اقصد بها كور او دوائر او حاجات بالشكل ده، ولكن احنا بنعزي بها الى ايه؟ الى الاتموسفير، الغلاف الجوي، البايوسفير، الغلاف الحيوي، ستراتوسفير بالضبط، الحاجات وما شابه. فكل السفيرز ديت هي عبارة عن مكونات مختلفة للأرض، لكوكب الأرض، وإحنا بنسميها أنظمة. يعني كل واحدة من دولت هو عبارة عن نظام بيئي متكامل ستاندالون لوحده كده، ولكن الأنظمة دي كلها فيها نوع من أنواع الانسيابية أو الهارموني بين بعضها وبعض، فيها تكامل، فيها تكامل. فإحنا كدراسة استشعار عن بعد أو نظم علوم الأرض معنيين بدراسة العلاقات بين هذه السفيرز، وأنا بحاول أن أنا أدرس تأثير الغلاف الجوي على الغلاف المائي، والغلاف المائي على الغلاف الحيوي، والغلاف الجليدي على الغلاف المائي، and so on and so forth. هي العلاقة هي كلها عبارة عن أن أنا إزاي أقدر أفهم العلاقات المختلفة لتلك الأنظمة اللي مكونة لكوكب الأرض. لما افهم العلاقات ديت اقدر احدد لما يكون عندي ما يعرف باسم الاكستريمز او الحاجات اللي هي ايه الشواذ اللي احنا بنشوفها دلوقتي في اسكندريه، يبقى يحصل جليد، يحصل تلج، تلاقي امطار في اوقات غريبه، تلاقي موضوع الميديكين اللي حصل في اسكندريه من سنتين او ثلاثه. كل ديت عباره عن ايفنتس او احداث ولكن خارجه عن نطاق المألوف، بتطلع اكتر من المتوسط او اكتر من الافريج.